إن الجزائر لحريصة أيضا كل الحرص على تجسيد خط أنابيب الغاز ليغوس الجزائر الذي تعكف بمعيه كل من النيجر ونيجيريا الشقيقتين على متابعته وتسريع من وتيرة الإنجاز. وأود في هذا الشأن أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أهمية موائمة المشاريع المسجلة في برنامج بيدا مع أهداف أجندتنا القارية لسنة 2063. مع ضروره التقيد باجراءات الاتحاد الافريقي المتعلقه خاصه باختيار المشاريع لا سيما ما تعلق منها بالموافقه المسبقه للدول الدول المعنيه بالمشاريع المختاره